موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. ما كان محمد لها أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وأولاده وأصحابه وأتباعه ولمشايخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.